ليش أنا جاي اليوم؟ مشروع استثماري ضخم للغاية. مشروع استثماري ضخم ضخم للغاية، جزء كبير منه للطلاب للطلبة. الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي والأمير خالد بن الوليد بن طلال هم الأونر الملاك لهذا المشروع كامل، وهالمشروع في الشارجة. الفيديوهات اللي نزلت لكم إياها قبل شوية كان يخص هذا المشروع، كيف الوضع قبل وحاليا وكيف بيصبح مستقبلا. على فكرة يعني المواقع هاي انباع من قبل، هذا الموقع الأول والثاني والثالث، ها كلها انسارا. الحين المشروع الجديد هو هذا، سكن للطلاب، سكن للطلبة. وين الموقع وامتداد من وإلى الشوارع المحايط دور مدارة أحب أخبركم عنه. الطرف هذا مقابل مطار الشارجة، والطرف هذا مقابل الجامعة الأمريكية وجامعة الشارجة. زاها حديد لها بصمة وايد كبيرة في الشارجة. مثلا المشروع أنت اللي تشوفونه هذا أكبر مركز ترفيهي ومركز تسوق في شنتي الشارجة، هذا اللي تشوفونه كامل. هذا الأقسام اللي تشوفونها كلها حاليا تحت الإنشاء، هالأقسام كلها وتجهز سنة 2021. كل ما هو واضح في الفيديو اللي توني نزلته لكم. الحين هذا الموقع اللي تشوفونه هذا سكن للطلبة، هذا أهم فرصة استثمارية متاحة حاليا في دولة الإمارات كلها. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. زين، من انت؟ الله يحفظك. زينب، انا هوني سينيور سيلز اكزيكتيف بشركه اراده. اهلين. تعطينا شو الشيء المميز في مشروع هذا اللي هو السكن الطلابي؟ نعم. السكن الطلابي هو اول شيء انه هو عم يبتعد 3 دقائق فقط من المدينه الجامعيه. نعم. الحلو فيها انه عم بيكون استثماري بامتياز، غير هيك عم بيكون مفروش بالكامل بعوائد بتوصل ل10% لمدة 10 سنوات، بحيث انه كمستثمر بيرجع هالاستثمار اللي عمله بيرجع له بالكامل. عم بيكون عنا 10% عوائد اجمالية. أنا سمعت انه في عقد. نعم، هو العقد اذا اي مستثمر بيدفع طريقة دفعاته بتكون ل50%، فهو انا بعطيه العقد مضمون على العقود لمدة 10 سنوات. يعني في حال استوى الدفع، الإنسان ما عنده مبلغ كامل يقدر يدفع بالأقساط، لكن بيكون 10% لكن لمدة 5 سنوات، مش لمدة 10 اللي قبل مدة 10 سنين، الحين لا، 5 سنوات، لأنه بيكون بالأقساط. موقع استراتيجي، والمطور والملاك والشركة شيء مضمون منا وفينا وفي بلادنا، وموضوع قائم، المشروع كله قائم على قدم وساق. يعني ما في أي ريسك، ما في أي مخاطرة، ما في أي شيء يخلي الآدمي يتروع. وأخير من أنك لا، واللي أشد وادعس أنه العائد 10%. الحين كلها العرب تدور على فرص استثمارية مميزة، والمشروع هذا من أهم المشاريع الاستثمارية المميزة وبعائد، مش انه بتخاطر وما في مخاطرة. وهذا اولا، ثانيا في الشارجة ويخدم جميع الجامعات وفي الداون تاون. فكرة مشروع متعوب عليه، مش مشروع عادي، ولا بمشروع فقط تعالوا خذوا ولا بنوا، لا، مشروع مدروس في جميع الأشياء اللي يحتاجها الإنسان في يومه وفي سنته وفي حياته، في موقع السكن، من مجمعات تجارية، من أسواق، من مولات، من مستشفيات، من جامعات، كله موجود. وفي وين؟ في الشارجة، مسوين مدينة حديثة، ابتدوا في البنيان وحينه على وشك الانتهاء سنة 2021. رقم كبير من هالمشاريع مثل ما نزلنا لكم على الفيديو، في الفيديوهات جاهزة للتسليم. اللي أهم عن هذا كله المشروع اللي تشوفونه هذا قرار توه نازل، اللي هو 10% العائد، عقد
عقد بينكم وبين الشركة 10 سنوات مدة. هذا اللي ما حصل في كل هالمشاريع اللي تشوفونها. هذا اللي يميز سكن الطلبة هذا اللي تشوفونه. فالحق ما تلحق. أستاذ مهاب. هلا فيك. مهاب صح؟ مهاب. اسمك مهاب؟ اسمي مهاب. سبحان الله. زين. مهاب. هاي المبنى اللي خلف السكن الطلاب شو؟ هي عبارة عن جامعة نموذجية. نعم. هي حتكون عدة جامعات بمقر واحد. يعني كل مبنى من المباني بتكون لجامعة. جامعة يعني نموذجية مصغرة. تماماً. واللي وراه هو بزنس بارك. هيكون أكبر بزنس بارك بإمارة الشارقة، عبارة عن رخص تجارية ومكاتب استثمارية. أيوة. وهذا المباني اللي هني كلها سارت يعني خلاص. هلا هي المرحلة الأولى مثل ما قلنا. أه. باع 90% منها تقريباً. نعم. ولهذه. والمرحلة الثانية اللي فوق. أه. تقريباً 85% مبيعين. واللي وراها مدرسة الشويفات. أيوة. اللي هي هذه. تقدر تعطيني كلام يفيد بالاستثمار في السكن الطلاب مثلا؟ أهم نقطة بمشروع نست أنه هو كسكن للطلاب، أنك أنت اليوم لما عم تشتري أي عقار بسكن الطلاب نست عم تاخد عقار والزيرو ريسك، يعني ما عندك ريسك. ليش؟ لأنك أنت ضمنان عقد إيجارك لمدة 5 سنوات أو لمدة 8 سنوات ب10% إجمالي من قيمة العقار. فأنت العقار اللي عم تشتريه والزيرو ريسك، ما عندك ريسك فيه انه يتأجر. من العقد من وين بيين العقد؟ العقد من نفس المطور، هو بتوقع عقد الشراء وبتوقع عقد الاستثمار من المطور من شركة الإرادة بنفس الوقت. وهذا يعني من النوادر يحصل يعني. اما سمعت لا هو ما في هيك يعني حاليا. ايه عرض يعني مميز تماما. وبالإضافة انه هي سكن الطلاب مجهزة بالكامل، من مسارح، من اماكن للرياضة، اماكن للدراسة، خدمات كاملة مفروشة بالكامل. فهذا بيسهل بعملية الاستثمار. ومثل ما قلت لك هي والزيرو ريسك، يعني المستثمر ما بيأكل هم انه هو يأجرها او يلاقي لها زبون او خلص. هو يعني بين قوسين ضامن عقد استثمار لمدة 10 سنوات. تماما. هي طريقتين للدفع. نعم. الطريقة الاولى. نعم. بنسبة اذا بيدفع اقساط فهو بيحصل على 10% لمدة 5 سنوات، واذا نعم. بيدفع 50% الان و 50% عند الاستلام بياخد عقد استثمار قيمته 10% ل10 سنوات. مهاب تبدأ الأسعار. بداية الأسعار تبدأ من الأسعار الاستديو من 240,000. نعم. لعنا لل 314,000 الاستديوهات حسب المساحات، والغرفة وصالة بتبلش من 354,000 لل 480,000 حسب المساحات. هلأ سكن الطلاب بعدد الأسرة أكثر من هو عدد الغرف. أيوة. يعني لحنا في عنا استديو بسرير، استديو بسريرين، غرفة وصالة منفصلين، غرفة وصالة بنفس يعني في نعم. عدة قياسات. هلأ الفكرة من هذا النوع من الاستثمار أنك أنت تفكر بقيمة الاستثمار اللي حابب تستثمره أكثر من مساحة العقار أو نوع العقار. نعم. لأنه أنت بالنهاية هذا العقار ما لحين سكن، هو فقط ليعمل لك عائد سنوي كاستثمار يعني كاستثمار. مردود استثمار تماما. فأنت تفكر بقيمة عائد سنوي يعني. تماما. أنت تفكر بقيمة الاستثمار، حابب تستثمر ب 240,000، حابب تستثمر ب 300,000، حابب تستثمر على حسب على حسب البادجت اللي هو. نعم. نعم. بس طبعا هي الأسعار فليكسبل، وكل القياسات اللي احنا عنا إياها هي مفروشة بالكامل. أي دولة من دول العالم أي إنسان يحاول يدور فرص استثمارية جيدة وسريعة وعائد مضمون. حد من العرب هوايته يستثمر في المطاعم أو يستثمر في التركات أو ترك فود، أو يستثمر في تأجير أو شركة سيارات، شركة تأجير. الأفكار وايدة. حد من العرب يصطاد أو يدور أو مثل ما يقولون السوريين يبحبش على فرصة استثمارية مميزة، وين بيلقطها؟ فالمرة هذه أنا جبت لكم إياها موجودة متاحة حاليا وبعائد سنوي 10%، بعائد 10% مضمون ولمدة 10 سنوات. لمدة 10 سنوات العائد السنوي. هذا الموضوع مش دائما يحصل، وإن حصل على التوحات يعني في العشر سنين 20 سنة يحصل مرة واحدة. فأنت حاليا عندك متاح وفي الشارجة، فالخيار متاح، أرقامهم وعندكم. أي إنسان مهتم في الموضوع هذا يقدر يدخل على الموقع أو يقدر يتصل بهم
على الموبايل أو على الأرضي، ويقدر يستفسر عن البنت وبنت البنت، عن كل شيء يقدر يستفسر. متاح عندهم أرقام التواصل مفتوحة على مدى 24 ساعة، فأي إنسان عنده أي استفسار حتى لو شيء بسيط، حتى الإنسان اللي يبقى ياخذ فكرة أو يبقى يسأل أو مهتم في الموضوع يقدر يسأل، مش غلط. مثل ما قلنا لكم، المكان مميز والمطور مضمون، يعني حقك أو فلوسك كأنك حاطنها في البنك، البنك يرد لك عائد سنوي 3%، هذا مشروع عائد سنوي 10% مضمون، عقد مع وقت الشراء، عقد سنوي عائد لمدة 10 سنوات 10% مضمون، هذا مش انه مجازفة، السنة بيرتفع والحول بينقص، لا، الشركة تضمن لك عائد سنوي لمدة 10 سنين، ناهيك عن اذا زاد السعر، عقار اكيد راح يزيد، عمره ما راح ينقص، ما شيء عقار شد حد خد بسعر وباعه باقل، مستحيل، بالاخص في دولتنا، في دولة الامارات العربية المتحدة، دار الامن والامان، اللهم احفظها من دار.